افتتحت شركة زين منصة زين للإبداع زينك في الجامعة الأردنية، لتكون بذلك أول منصة من منصات زين للإبداع في الجامعات، وليتاح من خلالها بث روح الريادة بين طلاب الجامعات الأردنية ودمجهم مع الوسط الريادي، وبهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة للابتكار والإبداع للخروج بمشاريع ريادية قادرة على التطور والتحويل إلى مشاريع إنتاجية تخلق فرص عمل للشباب الأردنية. وقام كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة ورئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عزم المحافظة بافتتاح المنصة الكائنة مقابل مجمع الكليات الإنسانية في مبنى كلية الأعمال، بحضور عمداء الكليات ومدراء المراكز وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية والطلبة. الهناندة قال إن زين تهدف من خلال إنشاء هذه المنصة وتطبيقها في عدة جامعات أردنية إلى تسخير التكنولوجيا وخدمات الاتصالات المتطورة بما يصب في مصلحة الطالب. سعيدين وفخورين اليوم بتحقيق هذا الإنجاز بافتتاح أول منصة للإبداع في الجامعات الأردنية، واللي ابتدأت مع الجامعة الأردنية، جامعة عريقة علم من أعلام مسيرة التعليم في الأردن. اليوم الحمد لله أنجزنا هذا المشروع وتم الافتتاح، وأصبحت من اليوم بتقدم خدماتها لشبابنا في الجامعة الأردنية. الهدف من إنشاء منصة زين للإبداع في الجامعة الأردنية زينك هو توسيع خدماتنا لتشمل الطلبة داخل الجامعات، لأنه كان في عندهم صعوبات في الوصول لإلنا في منصة زين للإبداع، فقلنا إحنا بنجيهم بمنصة داخل الجامعة، وهذه أول منصة من مجموعة منصات راح يتم افتتاحها في جامعات مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية. إن شاء الله راح نشوفهم عن قريب بتم افتتاحهم واحدة تلو الأخرى. إيماننا الكبير والمطلق بأنه نؤدي رسالتنا تجاه الفئة الأكبر من المجتمع الأردني وهي فئة الشباب. المحافظة ثمن مبادرة شركة زين في إنشاء منصات للإبداع في الجامعات الأردنية، ومعتزاً بافتتاح أولى هذه المنصات في الجامعات الأردنية. هذه مبادرة رائعة، وزين تدعم الريادة والإبداع، وهذا ريادة وهذه إبداع، توفير بيئة لحاضن للريادة والإبداع لطلبة الجامعة الأردنية، وهم كثير منهم مبدعون وكثير منهم يعملوا مع زين في البزنس بارك، يعني ليس هنا في الجامعة الأردنية، فتوفير هذه الفرصة، هذا المكان الذي جهز بأحدث الأجهزة، يعني أمر تشكر عليه زين ونقدره عاليا، وهذا مثل يحتذى للشركات القطاع الخاص في التعاون مع الشركات مع المؤسسات القطاع العام لتوفير بيئة حاضنة لمحاربة البطالة، لتوفير الفرص للطلبة للقيام وإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم. أولا الإبداع ليس مختص في كلية، قد يكون أي طالب في الجامعة، هناك مبدعون في طلبة الكليات الهندسية والصحية والإنسانية، طلبة التكنولوجيا المعلومات معنيون بالدرجة الأولى كون هذا موضوع في تخصصهم، طلبة الأعمال، طلبة الكليات، أي طلبة، نحن نقبل طلبة على أساس التفوق العلمي في الجامعة، وهناك مركز للريادة والإبداع، وهذا المركز منتمي له طلبة، فبالتالي يمكن من عن طريق هذا المركز وهذه الكليات أن نجتذب الكثير من الطلبة لممارسة نشاطهم والتدريب والقيام بالأعمال هنا. وتعتزم منصة زين للإبداع زينك في الجامعة الأردنية إقامة سلسلة من الفعاليات وورشات العمل التي تتطرق لعدة مواضيع في مجال الريادة، ومنها الابتكار والتصميم والتوعية بالأمور التقنية وأحدث ما توصل إليه مجال التكنولوجيا والحوسبة والألعاب الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد. حمد الفايز، الحقيقة الدولية.